أنا اليوم أمامكم اسمي محمد، وأشهد عن إله السماوات والأرض يسوع المسيح. ما ذهبت للجهاد ضد مسيحيين ولا ضد يهود، أنا ذهبت للجهاد ضد مسلمين سنة. وصلت هناك في 2012 في منطقة اسمها حلب. لما وصلت هناك أنا وجدت مجازر، وجدت مذابح بحق مدنيين. أنا من عائلة تنتمي إلى نبي الإسلام محمد. أنا أصبحت مدير مكتب علي خامنائي في بغداد. قررت في وقتها أنه أنا أصبح ملحد وأعلنت إلحادي. بقيت سنة كاملة ملحداني، بس أؤمن بوجود إله خلق السماوات والأرض، لكن أكيد هو مو إله الإسلام. أنا الطريق والحق والحياة، يا بني خلاصك معي أنا الحق. اليوم أنا أمام المسلم، أنا بفتخر بالمسيح اللي غيرني.